صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض المسلمين يقرؤون القرآن أو يقرؤون سورة ياسين إذا كان أحد منهم عند مرض الموت، فهل يجوز هذا العمل؟ قراءة سورة ياسين عند المحتضر ورد فيها حديث لكنه ضعيف لا يحتج به، فلم يثبت أن سورة ياسين تقرأ عند المحتضر لضعف الحديث الوارد في ذلك، وإنما المحتضر يلقن لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم.